متابعينا الكرام، متابعي موقع أبو كبير ميديا، مع حضراتكم أمنية عبد الفتاح، محافظة البحيرة، وبالتحديد من مركز إيتاء البارود. احنا حاليا عند الطبيب المحمول، وهيورينا دلوقتي. أول حاجة هيورينا بيشتغل في الموبايل إزاي. مساء الخير. مساء النور. تعرفنا بحضرتك؟ أنا محمد حمدان الشهير بطبيب المحمول. المحتوى اللي احنا بنقدمه، كنا من فترة طويلة خالص بننصح الناس اللي عندهم الشاشة بتتكسر، فبيروح يغير شاشة كاملة في التوكيلات أو في بعض المحلات، بيخسر شاشته الأصلية وبيدفع فلوس كتير قوي. فبنوعي الناس إن الجزء التالف عندك بس في الشاشة هو اللي بيتكسر، سواء كانت البغا أو عندك عطل في التاتش. ده طبعا في بعض الأجهزة لو عندك خلل في التاتش بنقدر نغير التاتش لوحده وتفضل شاشتك أصلية برضه. ولو عندك الباغة اللي هي دي اللي كانت على الشاشة هنا مكسورة، بنقدر برضه نغير طبقة الإزاز لوحدها وتفضل شاشتك أصلية. في موديلات ما بينفعش إن احنا نعالجها تاتش، لكن في موديلات تانية ينفع نغير باغة وينفع نغير تاتش. التاتش هو برضه باغة بس بيكون فيه فلاتة، يعني دي باغة اكس اس ماكس تمام، بس مسؤول عن عطل التاتش. ينفع برضه الاكس ماكس نغير الباغة لوحدها تمام، وينفع نغير التاتش لوحده. طب هو جاي فيه مشاكل تاتش، لان اصلا من عيوب الصناعه بتاعت الاكس ماكس والاكس وال11 وكم موديل كده بيجوا دايما اعطال تاتش، فبنفصل طبقه التاتش مع طبقه الباغ. وطبقه التاتش دي بتكون رقيقه، بتكون لازقه في الباغ يعني رفيعه قوي، فبنفصلها مع التاتش بيكون فيها الفلاته. خلاص كده احنا شلنا التاتش القديم وركبنا التاتش الجديد، حل معانا المشكله. ولو عندك كسر برضو، يعني لو عندك مشكله تاتش وعندك كسر برضو، احنا خلاص احنا بنشيل الكسر اللي هو الباغة مع التاتش وبتحط باغة جديدة وكده المشكلة اتحلت. واحنا دلوقتي هنعمل فيديو عملي عشان نشرح لحضراتكم ونوضح لحضراتكم عشان محدش يضحك عليكم تمام. احنا خلاص معانا الشاشة الاصلية اهوت، دي الشاشة بتاعة الموبايل طيب. خلاص احنا فصلنا منها الباغة، بيبقى عليها مادة كده بين الباغة وبين الشاشة اللي هي اللي انتم شايفينها دي تمام. احنا بننضفها طبعا عشان وقت اللايف ما نطولش عليكم، فاحنا شلنا الباغة ونضفنا الكلام ده كله قبل اللايف علشان ما نطولش عليكم. خلاص احنا فصلنا الباغة الجديدة القديمة، سوري، دي الباغة الجديدة. طب قول لي الأول، احنا فصلنا، قول للسادة المشاهدين، فصلنا الباغة القديمة ازاي؟ الباغة دي بتتحط على حرارة سخان زي ده كده أو زي السخان ده تمام. ده جهاز السخان. ده سخان وبيكون فيه شفاط بيمسك معانا الشاشة، وبيكون فيه خيط رفيع كده أرفع من خيط السنارة، يعني رفيع قوي إن أنت بتشوفه بعينك اللي هو ده. ده الخيط اهوت تمام، يعني بيكون ما تشوفوش يعني. تمام، خيط رفيع جدا تمام. بندخله بين الشاشة وبين الباغة، ده بيسهل معانا الفصل. في أجهزة تانية زي الإيجات ليها طريقة إنك تفصل الشاشة بالنيتروجين، بس عشان تفصلها بالنيتروجين لازم تفك الموبايل وتطلع البورده وتطلع كل حاجه عشان تقدر تفصل الباغه والشاشه والفريم وتقدر تفصل الكلام اللي انت عايزه. طب استاذنك بس قبل ما نشتغل في اي جهاز كده، عايزين تقول لنا الادوات اللي بتستعملها في تصليح الموبايل. اول ادواتك بتستعملها ايه؟ بالنسبه للصيانه العاديه بيبقى هوت اير وماكو والكلام ده، لكن احنا في الوقت الحالي شغالين المحتوى بتاعنا تغيير الباغات والشاشات واصلاح ظهر الايفون بالليزر. يعني انت لو عندك مشكله وليكن ده شاسيه بتاع ايفون 13 برو ماكس تمام، الظهر ده عندك مكسور، فبتروح برضو اماكن بيغير لك الشاسيه ده كامل، يا اما بيغيره لك يدوي، والتغيير يدوي يقدر يسخن هنا بهوت اير او بهوت جن ان هو يوصل لدرجه حراره عاليه عشان يقدر يطلع الظهر ده تمام، عشان ما ياثرش على حاجه. فكده انت بهدلت جهازك تلك الحالتين. لو هتغير شاسيه رجع تمام. هنرجع نتكلم في موضوع الظهر من تاني. لو انت معاك ايفون 13 برو ماكس او اي موديل ايفون الظهر بتاعه ازاز، بنقدر نغير الازاز ده بالليزر من غير ما تفتح الموبايل. طب في طرق تانية للتغيير، في طرق تانية للتغيير، وهو انك تغير الشاسيه كامل اللي هو ده كله على بعضه تمام. فكده يبقى انت خسرت مبلغ كبير قوي وفتحت الموبايل وكل الاجزاء دي اتشالت اتفكت يعني، واتربطت واتحطت في موبايل تاني، فده طبعا خسارة كبيرة قوي.
الجزء الثاني انك تغيره يدوي، ودي برضو غلطه كبيره انك تعملها، لان التغيير اليدوي بيتعمل بدرجه حراره، وعشان نحط درجه حراره هنا هنأثر على البورده من جوه، فبالتالي بنشيل البورده من الشاسيه تمام، وبنشيل البطاريه ونفضي الشاسيه كامل علشان يقدر يسخن هوت جن او هوت اير عشان يقدر يفصل الازاز ده، لانه بيكون ماسك يعني قوي قوي تمام، ويحط الظهر الجديد. فدي برضه خساره كبيره ليك انك فتحت الموبايل وفكيت كل حاجه من الجهاز تاني. الخطوه الصحيحه انك بتغير ظهر الليزر من غير ما تفك الجهاز، وده اقل الخساير وبقلل الفلوس. زي بيكون في اسطمبه علشان ما تكسرش برضه دي اسطمبات، وانا هطلع بقيتها. هناخد الموديل بتاع 13 عشان نوضح لحضراتكم. تعالي كده 13 برو. هناخد الموديل بتاع 13 عشان نعمل لحضراتكم عملي. 13 برو ماكس. دي اسطمبه. الاسطمبه دي فايدتها ايه؟ عشان في ناس شغاله ليزر عن طريق تصميم على الكمبيوتر، والتصميم ده ما بيكونش دقيق قوي، ان هو مش بيحافظ بدقه. يعني تصميم تلاقيه مثلا عامل لك الدايره بتاعت الوايرلس بتاعت الكاميرات وكام حاجه كده وخلاص. تمام. ففي اماكن بسيطه اهيت الليزر لو دخل فيها، يعني لو جه هنا على الموبايل هيحرق حاجات جوه في الموبايل، هيقطع فلاتات او يبوظ بطاريه او يبوظ اي حاجه جوه او وايرلس تمام. فالاسطمبه دي فايدتها ان احنا بنحطها على، احنا عندنا الاسطمبات كامله ما عدا موديل ال 14 لسه ان شاء الله هيتوفر قريب. بيتحط على الموبايل عشان الليزر لما يمشي هنا على الجزء ده كده يحرق ده جهاز الليزر. طبعا احنا مش هنشغل عشان مفيش جهاز دلوقتي ان احنا نحرق عليه. تمام. ده جهاز الليزر؟ تمام. بنحط عليه الاسطمبه. الليزر بيبدا يحرق الاماكن اللي هي فاضيه دي. خلاص كده الاماكن بقى اللي هي عليها جزء ابيض دي هي اساسا مش ماسكه من تحت. تمام. يعني هي اساسا مش محتاجه ليزر. خلاص. بعد كده بنرفع الازاز بكل سهوله وبنركب الظهر الجديد. الدوره طبعا متوفر منها كل الالوان لكل الاجهزه، ابيض بقى ذهبي لون السماوي بالنسبه لكل اجهزه متوفره. تمام كده احنا خلصنا الجزء بتاع تغيير الظهر الايفون بالليزر. في برضه احنا ممكن نكتب على ظهر الموبايل اسمك، او ترسم لوجو، او ترسم رسمه، تكتب على الدبل او على الذهب والفضه والتنجستين والكلام ده كله، وعلى الجرابات. نرجع للصيانه بقى. نرجع للجزء بتاع تغيير الباغ. احنا خلاص كنا وصلنا ان احنا شلنا الباغ القديمه زي ما وضحنا لكم، ودي الباغ الجديده تمام. الباغ دي بيكون عليها ماده من ورا من هنا، احنا بنشيل من عليها لزقه طبعا عشان ما يكونش فيه اتربه ولا حاجه. قبل ما يوصل على تريبه بنركبها كده، وبعد كده بتخش على الجهاز تتكبس. انهي جهاز؟ الجهاز اللي هو ده؟ الجهاز الخاص هنجيله دلوقتي تمام. ده الجهاز الخاص بكبس الباغ على الشاشه نرجعها جزء واحد. هننضف الاول الشاشه عشان ما يكونش فيه اي اتربه. الكلام ده احنا بنوعي فيه الناس بقالنا سنين، ومع ذلك برضو الناس بتغلط، لان مش كل الناس بتشوفني او مش كل الناس بتصدق. فاحنا بنعمل لايف عملي قدامكم عشان حضراتكم. انت بتنصح المشاهد لما الشاشه تتكسر او يحصل فيها اي عطل ما تطلعش بقى تجري تفك الشاشه وتغيرها وكلام ده؟ ابحث الاول في مكان واثنين وثلاثه، ابحث على النت، اسال محل واثنين وثلاثه لحد لما توصل لمكان مختص يفيدك في الحاجه بتاعتك. انت هتقدر تفهم من الثلاث اربع اشخاص اللي انت سالتهم ان الشخص ده هو الصح المناسب ليا ان انت تغير عنده. خلاص احنا لمعنا الشاشه اهوت. ده سبراي تلمع بيه الشاشه. تلميع اي شاشات او غسالات، ثلاجات، اي حاجه تمام ممكن تستخدمه في البيت عادي. معلش انا طولت عليكم. لا لا خالص. هو في بس سؤال استاذ محمود عبد الصبور بيسال حضرتك، تليفون اوبو فصل لوحده مش عارف يعمل ايه، حضرتك تنصحه بايه؟ هو لازم يوديه فحص للصيانه، ممكن يكون بطاريه، ممكن يكون في مشكله في البورده فلازم يتفحص الاول. تمام. خلاص احنا كده نضفنا. هنا الماده اللي هشيل اللزقه. تمام.
الماده دي لها دور كبير هنتكلم عنه بعد ما ندخل البغا جوه المكبس. بنظبط كده البغا على الشاشه، ليها كذا طريقه برضو بالنسبه للظبطه يعني. هروح بقى ندخلها في الجهاز، دي اخر مرحله. شايفين الهواء اللي هنا ده اللي بين الشاشه والباغه؟ احنا كده ده عشان الماده اللي جوه دي عامله زي ايه، زي الملبن كده. اول ما بتعملي بتنلزق، ففي اماكن فيها هواء. فايده الجهاز بقى ان هو يشفط الهواء ده، يخلي لك الشاشه كلها زي الجزء ده. تظبطها على تايمر او ولا على حراره معينه؟ تمام، كل جهاز بيكون ليه ظبط معين. نرجع نتكلم عن فايده الماده دي. هو معلش، هو بيقعد قد ايه كده في الجهاز ده؟ لا ممكن هنا 5 دقايق ولا حاجه ونطلعه. في اجهزه ثانيه بتحتاج وقت اكتر من كده، وفي اجهزه بتحتاج وقت اقل من كده. زمان في بدايه البغات احنا كنا بنفصل البغه المكسوره او الجزء التالف عندنا او التاتش، وبننزل التاتش الجديد او البغل الجديده، وبنلزقها من الاطراف من تحت، من هنا من الاطراف بس. بس بيكون بين الشاشه وبين البغل فاضي. في ناس لسه بتعمل الكلام ده لحد دلوقتي. تمام، فانت علشان تغير بغل عند حد لازم تكون انت متاكد ان هو عنده اجهزه بغات وشغال كويس، علشان برده ما تكسرش شاشتك الاصليه او يقابلك خلل في الشاشه بتاعتك. في طريقه ثانيه كانت نزلت بعد كده، كنا بنشتغل بالجهاز ده والجهاز ده زمان. تمام، كنا بعد ما بنفصل عشان نعالج القصه بتاعه ان يبقى بين الباغه وبين الشاشه فاضي، لان احنا شغالين ان احنا بنلزق من الجناب بس، في الجزء الفاضي ده بيخش اتربه. والحاجه الثانيه ان هي بتقل الطش، لان الباغه دي ساعه ما بتلمس الشاشه جوه كده من مكان واحد، فكان صبعك ضغط على الشاشه فتعلق التاتش، يبقى التاتش معاك مش مظبوط. الحاجه الثانيه قلنا الاتربه، وان الشاشه ممكن تتكسر معاك بسهوله لان تحتها فاضي. فكنا بنستخدم الماده دي، الماده دي سايله، كنا بنحط كده شويه وبتتفرد اول ما بنحط عليها البغا، وبتبقى الدنيا تمام والتاتش تمام وما بتدخلش تربه والكلام ده كله. بس الماده دي كانت سايله، فكانت بتبقى ايه، بتروح على الجزء بتاع الكاميرات والسنسور ده، تخلي الكاميرات كده مش كويسه مش واضحه. بتسد الفلاتر بتاعت السماعات فوق وتحت، لان هي بتسيب كل يوم كده تحس فيه تسييل. بتسد الكاميرا الاكرام بتاعت السماعات والاقراص والكلام ده كله. الحاجه الاخيره ان كانت ريحه الموبايل بتبقى وحشه من الماده دي مع الوقت. تمام، احنا هننتظر بقى الجهاز ان شاء الله يطلع بعد دقيقتين ولا حاجه. للناس اللي بتسال المكان فين، احنا في محافظه البحيره، مركز ايتاي البارود، شارع مجلس المدينه، محل الجوال، محل الجوال طبيب المحمول، هو ما شاء الله مشهور يعني. الله يسلمك، تسلم يا فندم. طب قول لي كده على الجهاز بقى ما يخلص، قول لي هل انت مثلا التحقت باي اكاديميات مثلا تعليم صيانه؟ لا، كان كله عملي. انا في البدايه كان اخويا يعلمني. يعني انت المهارات كلها اكتسبتها بنفسك؟ بالظبط. احنا طبعا اي حاجه في البدايه بيكون فيها خسائر، يعني الخبره ما بتجيش كده، لازم يكون في خسائر قصادها عشان توصل للخبره دي. تمام، فكل ده واخدينه باجتهاد الحمد لله بفضل ربنا، وصلنا وطبعا بدعم الناس لينا هو اللي كان بيشجعنا ان احنا نوصل للمرحله دي. قولي الاجهزه والحاجات اللي بتستخدمها في الصيانه، هل دي متوفره هنا ولا بتسافر مثلا تجيبها من بره، ولا بتجيبها مثلا من القاهره؟ بالنسبه للاكسسوارات، الاكسسوارات بتكون متوفره عند ناس معينه خاصه بالكلام ده، زي تجار جمله يعني. بالظبط كده، بيبقى لها ناس، كل واحد مختص بجزء معين. هتلاقي واحد شغال بغات بس وتولز وكلام من ده، وتلاقي واحد شغال شاشات وسبير وكلام ده يعني. تمام، طب الاجهزه بقى دي، الجهاز مثلا ده بقى يعني انت جايبه من بره مصر مثلا، ولا جايبه من مصر؟ الجهاز انا جايبه من عند صديق ليا في المنصوره من زمان، كانوا الجماعه دول كانوا اول ناس تدخل اجهزه تغيير بغات في مصر. كان شغالين بجهاز قبل ده، كان صغير شويه وما كانش فيه خاصيه اللي هي بتاعت وضع الفاير. جم بعد كده لما جابوا الجهاز اللي فيه خاصيه وضع الفاير ده، انا طورت معاهم لان اتبسطت من شركتهم الصراحه. كان الجهاز ده يعني الحمد لله بفضل ربنا، كنت الاول في البحيره ان انا بطلع شغل نظيف، فلما طورهم انا جبت منهم نفس الجهاز. وضع الفاير ده كان بيساعدني ان انا اقدر افصل الشاشه من الفريم بسهوله. يعني كان الاول الموضوع معقد، انك تفصل الشاشه من الفريم ده كان ممكن تكسر الشاشه، لان كان الموضوع جديد عليا. فكان وضع الفاير ده ان انا بحط الجهاز جوه الموبايل جوه الجهاز هنا، وشغل وضع اسمه وضع الفاير هنا،
وانتظر مثلا 10 دقايق، بعد كده اطلع الشاشه الاقيها فيها يعني خلاص اللي هي محتاجه دعم بسيط منك وخلاص الشاشه تطلع. دي بتبقى سهله، بتقلل عليك المخاطره علشان طبعا العميل ما يخسرش الشاشه الاصليه والكلام ده كله. انت قول لي بقى، شغال على الناس هنا في ايتاي بس والبحيره بس، ولا انت في ناس بيجي لك من محافظات تانية؟ لا انا بيجي لي ناس كل يوم، انا بيجي لي ناس كتير من محافظات غريبه، يعني من اسكندريه، من السويس، من اسوان، من القاهره. معظم يعني الناس اللي بتكلمني كلها بتتواصل معايا اكثرهم من القاهره. انت بقى عامل قناه على اليوتيوب صح؟ عندي بيج على اليوتيوب باسم طبيب المحمول 400,000، وعلى الفيسبوك طبيب المحمول عليه 100,000 وشويه، وعلى التيك توك 1,200,000، وكواي 200,000، وانستجرام 30,000. خدنا درع من اليوتيوب تمام ده فتره يعني. خدنا درع البرونز ده بتاع المليون، طبعا ده بتاع ال 100,000، بس احنا النهارده 400,000 يعني. تمام. ده بتاع المليون، النهارده احنا 1,200,000. تمام. ادعولنا بقى بالتوفيق. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ما فكرتش تعمل اكاديميه تدرب فيها الشباب على تصليح الموبايلات؟ هو للاسف في الوقت بتاعي اللي هو ايه، انا بنزل بشتغل للعميل او اتنين او تلاتة، لان الشغل بتاعنا كله صعب. يعني انا بيجي لي ناس بايفونات هيغير ضغط او هيغير باله، فالحاجات دي بتاخد معايا وقت، وبحاول ان انا امشي العميل في نفس اليوم. انا لو اهتميت ان انا اجيب ناس ادربها هاثر في شغل شويه، ان انا مش هطلع فينش مظبوط، لان هيكون في تدخل من الناس اللي انا بدربها معايا، هيكون في خسائر برضه. تمام. يعني انا هستفاد بربح ولكن هيكون في خسائر تانية، حاجه هتاثر على حاجه تانية. اه بالظبط. احنا نقدر نطلع الشاشه دلوقتي، هي ما خدتش الوقت الكافي بتاعها بس عشان بس وقت اللايف. تمام. كده الشاشه زي ما حضراتكم شايفين رجعت لطبيعتها. تمام. مفيش اي هوا، مفيش اي كسر، خلاص انا كده شاشتك الاصليه رجعت زي ما هي. حفظت، وفرت فلوسك وحافظت على شاشتك الاصليه، ما تخليش حد يضحك عليك، اسال في كذا مكان. كده الشاشه الاصليه بتاعتك رجعت زي ما كانت. تمام. مفيش اي هوا ولا في اي كسور. كده انت وفرت فلوس وحافظت على شاشتك الاصليه. فاللي انا عايزه منك قبل ما تغير الجزء الثالث في موبايلك، اسأل مكان واثنين وثلاثة وعشرة لحد لما تستفاد بالحاجة المعينة اللي انت عايزها، وتروح للشخص المناسب ده، لانك هتستفاد من الناس دي كلها. او ابحث عن النت وشوف مين المختص في الجزء الثالث عندك، مش تتكسر عندك البغى تجري توكيل او تجري محلات فيقولك الشاشة كاملة ب 1000 جنيه او ب 2000 وتخسر شاشتك الاصلية وتخسر فلوس. فلا، اسأل على اماكن مختصة قبل الاصلاح. اسأل طبيب المحمول صح كده؟ طيب احنا كده هنركب الشاشه على اللي هترجع تاني على الجهاز. خلاص كده هتركب على الجهاز. في اجهزه بتتفتح اثناء تغيير البغا واجهزه لا. قول لنا كده الاجهزه اللي بتتفتح اثناء تغيير البغا زي ايه؟ يعني كده مثال. معظم الشاشات الاي بي اس الافضل ليها ان هي تتفتح. تمام. كل الاجهزه لها طريقه ان هي ما تتفتحش. تمام. بس طبعا انت بتحتاج انك تنظف كويس تحت الشاشه بعد ما نفسوها. محتاج انك تنظف الجزء ده كويس عشان الشكل العام يكون كويس، تكون مطبعه بشكل كويس. فانت لو غيرت كل الاجهزه من هنا فهيكون التاثير الفينش بتاعك مش كويس. تمام. لكن الشاشات السوبر اميرود الطبيعي ان الشاشه بتكون لازقه من تحت، الشاشه دي بتكون لازقه هنا. فبنص البغل من على الوش، نحط البغل من على الوش وخلاص كده الدنيا بتبقى تمام. تمام. لكن بقيه الاجهزه الاي بي اس المفروض كله يتفتح علشان التقفيل يكون كويس. قول لنا بقى، اظن شغلانه صيانه المحمول ديت دي شغلتك تمام، مالكش اي مصدر رزق تاني؟ لا لا صح؟ لا. قول لي بقى، هل بتكفي مصاريف يومك وبتكفي مصاريفك المعيشيه وبتغطي مصاريف المكان؟ بفضل ربنا الحمد لله. اه تمام الحمد لله. احنا بس هناخد لفه كده قبل ما نقفل في المكان. ده جهاز اللي هو الفاير صح؟ ده الجهاز بتاع البغات. اه. خاص بالبغات. ده الجهاز برضو، ده كنا زمان بنفصل الشاشات من هنا برضو، كانت حاجة يعني كل مدى المخاطرة بتقل معانا شوية. كنا زمان ده فيه شافت كده وحرارة، كنا بنحط الموبايل هنا كده بيتشفط. تمام. بعد فترة نقدر، كان زمان بقى الاس 3 والنوت 4 والنوت 3 والكلام ده،
كنا بنقدر بقى ايه نشد خلاص كانت تبقى سهله شويه. بعد كده احنا طلع كنا بنشتغل هنا بنطلعها احنا يروي ونحطها هنا تسخن ونشتغل هنا فبرضه شفاط والكلام ده. بعد كده اللي هو الصغير ده بقى احدث منهم كلك لانه بيلف معاك يمين وشمال وبتاع فبقى يسهل عليك الامر شويه مبقاش محجمك يعني. ده جهاز الليزر اللي قلنا بتاع تغيير البهره. تمام. ده بتاع الحفر ده بيكتب على الذهب والفضه والتنجستين على اي حاجه معدن على جراب على ظهر الموبايل. بنغير ظهر الايفون بالليزر. وانا الصراحه سعيد بحضراتكم. احنا كمان اسعد بس احنا عايزين نصيحه صغيره للمستهلك قبل ما نختم. نصيحه ان انت لو عندك حاجه تافهه في جهازك ما تتسرعش، اسال مكان واثنين وثلاثه لحد لما يعني خلاص تقتنع ان هو ده الكلام الصح. تمام. متابعينا الكرام، متابعي موقع ابو كبير ميديا، كانت معكم امنيه عبد الفتاح من محافظه البحيره مركز ايتيا البارود.